يقول السائل: هل يجوز لنا أن نصلي خلف الإمام الصوفي المعروف بهذا الأمر؟ إذا كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام صلى خلفه مع استبدال غيره إن أمكن، ولا تترك صلاة الجماعة. وأما إذا كانت صوفيته تخرجه عن الإسلام، كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فهذا لا، صوفي أو غير صوفي ما تجوز الصلاة خلفه. نعم.